لمزيد من المتابعة ينضم إلينا من جنوب لبنان أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية. أحمد، إذن أرحب بك. عدد المصابين جراء استهداف العباسية في زيادة، ماذا لديك من تفاصيل أخرى؟ نعم، بالفعل هو أكبر عدد للمصابين جراء عدوان إسرائيلي على البلدات الجنوبية اللبنانية منذ بداية التوترات في الثامن من شهر أكتوبر الماضي. العدد بلغ حتى الآن 17 مصابا جراء هذه الغارة التي ربما كانت تريد استهداف دراجة نارية في هذه المنطقة، ولكن الصاروخ استهدف الدراجة النارية وسيارتين وأدت الشظايا إلى زيادة عدد المصابين، لأن هذه الغارة أيضا استهدفت منطقة مدنية مأهولة بالسكان وهي منطقة حيوية وبها عدد كبير جدا من المواطنين، فبالتالي هذا يفسر سبب الزيادة الكبيرة في عدد المصابين جراء هذه الغارة. من بين 17 مصابا هناك 4 إصابات خطرة، أغلب الإصابات أيضا لا تزال تتلقى العلاج في المستشفيات بالمناطق القريبة من بلدة العباسية وفي قضاء صور تحديدا، علما بأن بلدة العباسية تقع في المنطقة الشمالية لقضاء صور وهي بعيدة نسبيا عن مجريات العمليات العسكرية الإسرائيلية التي تنفذ في الجنوب اللبناني على مدار الأشهر القليلة الماضية، وبالتالي تعد تطورا نوعيا. وإذا كان حزب الله قد أعلن أنه استهدف مستوطنات كريات شمونة بعشرات الصواريخ ردا على هذا الاعتداء، ولكن على ما يبدو أنه لن يكون الرد الوحيد في ظل زيادة أعداد المصابين ووصولها إلى هذا العدد. أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية كنت معنا من الجنوب اللبناني، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل، وبالتأكيد نتمنى لك السلامة دوماً.